السلام عليكم. سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية سطيفة 5 حوادث مرورة في خلال الساعات 24 ساعة الأخيرة، تسببت في وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين. الحادثة المميتة الأخيرة سجل منتصف الليلة الماضية بعد انحراف انقلاب سيارة سياحية من نوع كليو كومبيس ترقيم 2014 على الطريق الوطنية رقم 5 بمنطقة الباز غرب مدينة سطيفة. الحادثة خلف وفاة شخصين يبلغان من العمر 35 و39 سنة. وفي حادث مميت آخر توفي الشاب يبلغ من العمر 35 سنة بعد تعرضه للدهس على مستوى الطريق السيارة بمحول الحاسي اتجاه الجزائر العاصمة في بلدية سطيفة. وقد تولت فرق الحماية المدنية بعين أرناتة ومركز النجدة للطريق السيارة نقل جثث الضحايا إلى المصلحة المعنية بالمستشفى الجامعي بذات الولاية. إنا لله وإنا إليه راجعون.